السادسة مساء بتوقيت القاهرة هذه نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من عاصمة الخبر والبداية بأبرز العناوين الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 180 جنديا أوكرانيا في مواجهات بدونتسك وزابوروجيا وخيرسون خلال زيارتها للجنائية الدولية وزيرة خارجية ألمانيا تبحث كيفية محاسبة الرئيس الروسي الامم المتحده تطالب الاطراف اليمنيه بضبط النفس وعدم التصعيد البدايه مع تطورات الاوضاع في اوكرانيا وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 180 جنديا أوكرانيا خلال المواجهات على محاور دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت عددا من أنظمة الصواريخ والرادارات الأمريكية الصنع وعدة دبابات تابعة لقوات الجيش الأوكراني وأفادت الوزارة أيضا أنه تم اعتراض سبع من رجمات الصواريخ من طراز هاي مارس اعلن مسؤول محلي اوكراني ارتفاع حصيله ضحايا القصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في مدينه نابرو الى اربعين قتيلا اوضح المسؤول المحلي بالمدينه ان القصف اسفر ايضا عن اصابه خمسه وسبعين شخصا بينهم اربعه عشر طفلا اشارت السلطات المحليه في اوكرانيا الى ان ما يقارب ثلاثين شخصا ما زالوا في عدد المفقودين أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم أن الدفاعات الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول مؤكدا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي. من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الروسية أن منطقة دونسك تتعرض لقصف أوكراني بالمدفعية والصواريخ وأوضحت الوكالة الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ماكيفكا بدونسك بستة صواريخ من نظام الصواريخ متعدد الانطلاق. حددت روسيا باحراق الدبابات التي تخطط بريطانيا لارسالها الى اوكرانيا، قالت الرئاسه الروسيه ان امدادات الاسلحه الجديده من دول مثل بريطانيا وبولندا لن تغير الوضع على الارض ولن تؤدي إلى, الى الا الى مزيد من المشاكل لاوكرانيا، كانت بريطانيا اعلنت في وقت سابق انها سترسل 14 دبابه من طراز تشالنجر 2 لكييف خلال الاسابيع المقبله. قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ان المانيا يجب ان ترسل لاوكرانيا كل الاسلحه التي تحتاجها واشار الى ان هذه الاسلحه ستمكن اوكرانيا من الدفاع عن نفسها في مواجهه العمليه العسكريه الروسيه كما دعا مورافيتسكي الحكومه الالمانيه الى اتخاذ اجراءات حاسمه وتسليم كييف جميع انواع الاسلحه بما في ذلك الدبابات ومع تصاعد حده القتال في عده جبهات شرق اوكرانيا تواصل عده دول غربيه اعلان تقديم مزيد من الدعم العسكري لكييف. المساعدات الجديده تتضمن عددا من الاسلحه الثقيله من مدرعات ودبابات ذات قدرات قتاليه عاليه. المزيد في سياق هذا العرض. مع اقتراب العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا من اتمام عامها الاول يواصل الغرب اغداق كييف بمزيد من احدث الاسلحه المتطوره. الان باتت الدبابات والمدرعات السلاح الجديد الذي يدفع به الغرب الى اوكرانيا في مواجهه روسيا مع احتدام المعارك في جبهات القتال باوكرانيا وتحديدا في المناطق الشرقيه جاءت المطالب الملحه من الرئيس الاوكراني بدعم بلاده بمزيد من الاسلحه لمواجهه التقدم الروسي والقصف المكثف الذي تتعرض له جبهات اوكرانيه عده في مستوى جديد من الدعم العسكري الغربي اعلنت الحكومه البريطانيه عزمها تزويد اوكرانيا باربع عشره دبابه من طراز تشالنجر اثنين ذات القدرات القتاليه المتطوره فضلا عن اسلحه ثقيله اخرى الدعم البريطاني الجديد لم يكن مقتصرا على تسليم الدبابات من نوع تشالنجر اثنين بل ان رئيس الوزراء ريشي سونك قال ان بلاده ستبدا خلال الايام المقبله في تدريب قوات اوكرانيه على استخدام هذه الدبابات التي تزن الواحده اثنتين وستين طنا ونصف الطن قبل بريطانيا بادرت الولايات المتحدة وألمانيا بإعلان تزويد أوكرانيا بعربات قتالية أمريكية من نوع برادلي المزودة بصواريخ خارقة للدروع ومدرعات ألمانية من نوع ماردر أما فرنسا فكانت قد أعلنت عزمها إرسال مركبات قتالية مدرعة خفيفة من طراز AMX-10 RC في ظل هذا التدفق العسكري المتزامن على أوكرانيا جددت روسيا تاكيدها بدورها ان اي قطع عسكريه او انظمه صواريخ غربيه ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسيه. الكريملين كان قد اعتبر ان الخطط الغربيه الراميه لامداد اوكرانيا باسلحه ثقيله من شانها ان تطيل امد الصراع وستؤدي الى مزيد من المواجهات ولن تحدث اي تغير جذري ميداني لصالح الاوكرانيين. دعم مالي مع دعم عسكري وتقني وتدريبي يواصل الغرب تقديمه إلى أوكرانيا على أمل تحسين أوضاع أوكرانيا في ميدان القتال لكن تعهدا روسيا في المقابل بألا ينتهي الأمر إلا بإطالة أمد الصراع في أحسن الأحوال تعهد حلف شمال الأطلسي الناتو بتزويد أوكرانيا بشحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة أكد الحلف أن الوضع الراهن يحتم مساعدة أوكرانيا لتحقيق النصر في إطار تطور المعارك بين روسيا وأوكرانيا وتعهدات الغرب بدعم كييف جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تعهد الناتو بإرسال حزمة من الأسلحة الثقيلة إلى كييف في وقت قريب لم يحدد واعتبر ستولتنبرغ أن المرحلة الراهنة حاسمة بشكل يحتم على الغرب تزويد أوكرانيا بالسلاح الذي يؤهلها للنصر التعهدات الغربية المتواترة لتزويد كييف بالدبابات والمدرعات لم ترى النور على أرض الواقع وذلك ربما لأسباب سياسية أو أخرى فنية فالتعهد الألماني بإرسال أربعين مدرعة ألمانية من طراز ماردر شابه تخوف برلين من تصعيد الوضع مع موسكو مرونه القوات الاوكرانيه في استخدام وصيانه الاسلحه الغربيه الثقيله يشكل تحديا كبيرا امام نجاح الاستفاده من هذه الاسلحه فقد اشار خبراء عسكريون ان تطور الاسلحه الغربيه الثقيله معقد للغايه مقارنه بنظيرتها التي تستخدمها اوكرانيا من صناعه الاتحاد السوفيتي الامر الذي اوضحته تاريا ياكولا المسؤوله بوزاره الدفاع البولنديه التي اكدت ضروره تدريب القوات الاوكرانيه على استخدام الاسلحه الغربيه الثقيله وتامين الخبرات لصيانتها الخبراء العسكريون من واشنطن أيضًا أكدوا أن ثمة معضلة لوجستية قد تواجه القوات الأوكرانية في استخدام وصيانة المدرعات والدبابات الغربية، إذ أن كثافة المعارك تجعل من الضروري صيانة المعدات خصوصًا بالنسبة للتي تستخدم على خطوط الجبهات. وعود غربيه بدعم اوكراني باسلحه ثقيله في مواجهه معضلات لوجستيه وصيانه وتدريب امر يحتاج للدراسه والمتابعه ستكشفه المعارك القادمه نقلت وكاله تاس الروسيه عن مصادر عسكريه ان موسكو انتجت اول رؤوس حربيه نوويه لتربدات بوسيدون العملاقه، ذكرت انه تم تصنيع اول شحنه من ذخيره بوسيدون لتستقبلها غواصه بالجراد النوويه في المستقبل القريب، وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد اعلن لاول مره عن بوسيدون عام 2018 قائلا انه نوع جديد تماما من الاسلحه النوويه الاستراتيجيه التي تعد مصدرا للطاقه. الآن إلى الزميلة داليا نجاتي للمزيد من المتابعة والتحليل حول آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، تفضلي داليا. شكرا شيماء، شكرا آية ونبقى إذاً ضمن آخر التطورات الحاصلة في أوكرانيا وينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك، حسين ضعنا في آخر تحديثات التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية. حسين هل تسمعني او اعيد السؤال اسمعك دالي سالتك عن اخر تحديثات التقرير اليومي لوزاره الدفاع الروسيه حسين نعم داليا بعد التحيه وزاره الدفاع الروسيه اليوم في البيان الصحفي لها على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء ايغر كناشينكوف اعلنت عن تحييد اكثر من 150 مقاتلا اوكرانيا في ضربات عاليه الدقه استهدفت مواقع وتمركز الجيش الاوكراني توزعت هذه الضربات على جبهات دانيتسك وكراسنيليمان ليمان وكوبيانسك ايضا الدفاع الروسيه و اكدوا على ان القوات الروسيه تواصل على العمليه العسكريه وتحديدا في مدينه باخموت هذه المدينه التي تحاول القوات الروسيه على الدخول اليها منذ شهر اغسطس الماضي وتحديدا بعد تحرير مدينه سوليدار من قبل الجيش الروسي والسيطره على مدينه سوليدار اقتحم الجيش الروسي مدينه باخموت لكن عمليات عنيفه تشهدها هذه المدينه نظرا آه. الى التحصن الاوكراني داخل مدينه باخموت وايضا الغرب ارسل اسلحه بشكل كبير جدا الى الجيش الاوكراني مما ادى الى ارسال هذه الاسلحه إلى مدينة باخمود العملية تحرير باخموت تتطلب إلى وقت الدفاع الروسية تؤكد على أنها ستواصل العملية لتحقيق جميع الأهداف التي أعلن عنها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أه. طيب حسين يعني تبقى إذا التطوير والتصعيد واضح جدا في دوناسك وهناك صعوبة في في باخموت لكن هل ستتغير المحاور مع قادم الأيام أو ستبقى ضمن السيطرة على باخموت Mot. بطبيعة الحال هذه الأمور متعلقة بوزارة الدفاع داليا لكن كما أعلن بوتين في وقت سابق بأن الهم الرئيسي أو المحور الرئيسي الأولوية الرئيسية لدى الجيش الروسي هي إعادة الأمن إلى منطقة الدنباس نظرا إلى معاش إلى معاشه معاشها سكان هذه المنطقة من ضربات ومن قصف عشوائي خلال الفترة الماضية ومنذ العام 2014 كانت تتعرض منطقة الدنباس إلى قصف من قبل القوات الاوكرانيه الان امام الجيش الروسي هدف رئيسي وهو تحرير منطقه الدومباس لكن بطبيعه الحال لم تقتصر العمليه على العمليه العسكريه الروسيه على هذه المنطقه هناك حديث يدور من قبل الخبراء والمراقبين عن امكانيه دخول القوات الروسيه الى مدن اديسا وخاركوف وايضا الى العاصمه الاوكرانيه كييف لكن هذه هذا المسار هو مرتبط فقط بالتطورات وبالتصعيد التي ست تشهده الأشهر المقبلة والأسابيع المقبلة المؤشرات الحالية داليا تؤكد على أن التصعيد في العملية العسكرية هو سيد الموقف نتيجة الخطوات الغربية سيما الدعم الغربي وتحديدا البريطاني والأمريكي إلى إلى الجانب الأوكراني وأيضا التصريحات الروسية سيما تصريح ديمتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين صباح اليوم بأن الجيش الروسي سيدمر الدبابات التي ترسلها بريطانيا إلى القوات الأوكرانية وايضا التصريحات الروسيه بان الطموح والحلم الأوكراني باستعادة أراضي القرم هي أشبه بوهم وأن القوات الروسية ستبقى وستحافظ على منطقة دونباس وأيضاً أراضي الزبروجي وخيرسون هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية هي تأكيدات مراراً وتكراراً من قبل الدوائر الروسية بأن الوجود الروسي في هذه المقاطعات هو أصبح وجود دائم الحديث الروسي من الممكن أن يتحول ويشمل بعض المدن قبل ان تتابع يعني نريد تفاصيل اكثر عن دنيبرو الان اوكرانيا تتحدث عن القصف الروسي في دنيبرو وتقول انه اسقط اكثر من 40 قتيل اريد ان اعرف الان المتداول روسيا حول دنيبرو هنا في الداخل الروسي الجميع ينفي بشكل تام امكان تعرض القوات الروسيه للمباني السكنية ولما حدث في مدينة دينوبرو بتروفسك، الاتهامات الروسية هي إلى الدفاعات الجوية الأوكرانية بأن هذه الدفاعات أخفقت في في إسقاط الصواريخ الروسية مما أدى إلى تدمير المباني السكنية من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية أي من قبل منظومة منظومة الدفاعات الجوية الأوكرانية أستلت 300، الكريملين اليوم نفى علاقة القوات الروسية بما حصل في دينوبرو بتروسك. وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على هذه الحادثة، لم تنفي هذه الحادثة ولم تؤكدها أيضا في المقابل، لكن الخبراء والتقارير الإعلامية جميعها تفيد بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية هي من تسببت بحادثة دينوبرو بتروسك. وأن الأولوية لدى الجيش الروسي هي حماية المدنيين في أوكرانيا وهذا وما كانت تقوم به القوات الروسية من إنشاء ممرات آمنة لإجلاء المدنيين خارج مناطق القتال هي دليل على ان الجيش الروسي فقط يريد تدمير واستهداف المراكز والمنشات ذات الصله بالجيش الاوكراني وليست المنشات المدنيه الخاصه شكرا. بالسكان في أوكران. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من موسكو مراسل القاهره الاخباريه حسين مشيك ونبقى ايضا في ذات الملف وينضم الينا من موسكو عبر سكايب دكتور قبائلي حسين الاكاديمي والباحث السياسي مرحبا بك معنا في هذه الساعه على القاهره الاخباريه. دكتور حسين اذا هناك استفزاز من قبل الروس لشحنات اسلحه ثقيله جديده من الغرب كيف برايك ستغير المعادله على الارض هذه الاسلحه الثقيله ضمن اخر تحديثات المساعدات العسكريه لاوكرانيا مساء الخير اولا هذه هذه الشحنات التي تاتي من الدول الغربيه ليست الاولى ولن تكون الاخيره ربما وهذا دائما قالت روسيا أكثر من مرة منذ بداية العملية العسكرية ومنذ بداية توافد القوات المعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا أنها في تصب في مرمى الأهداف العسكرية الروسية. هذه هذه إذا تحدثنا بالتفصيل عن هذه الشحنات الأخيرة التي تحدثت عنها الدول الغربية بريطانيا تقول أنها سترسل 14 14 مدفع من طراز تشالنجر 2 و والمانيا كانت تتحدث عن مدافع ليوبارد هذه مدافع في الاساس ليس مداها طويل والان روسيا اتخذت استراتيجيه جديده تعتمد الان على الاستراتيجيه الجديده وهي القصف والاستعمال للطائرات المسيره يعني هذه المعدات الجديده التي ينوي الغرب انها ستحدث فارق في على الميدان لا اعتقد ذلك خاصه انا كيف ليش لا تعتقد ذلك والرئيس بوتين يندد والكرملين يهدد باحراق الدبابات الغربيه والاسلحه الثقيله دكتور حسين؟ الكريملين وبالاساس بوتين يندد عن هذه هذا الدعم في الاساس هو عن فكره الدعم لان بريطانيا لما 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 قررت ارسال 14 14 مدفع هي تعرف في الاساس ان 14 مدفع لا لا تشكل اي لا تشكل اي تغيير على الاساس في الارض هي تعرف جيدا لكن هي ترى ترى جيدا وتعرف ان الدول الغربيه الان متردده اي الدوله الاولى هي التي تبدا في الاساس ارسال المعدات الى اوكرانيا بريطانيا تريد من هذه الخطوه فتح الباب امام الدول الاخرى لارسال مزيد من المعدات المانيا هي التي تحدثت اولا عن هذه هذا الدعم بعد بعدها تراجعت وقالت يجب ان تحدث مشاورات مع الجانب الامريكي هل سنرسل المدافع ليوبارت اثنان ام لا الان ماذا راينا اليوم راينا استقاله وزيره الدفاع الالمانيه يعني هناك تلبك في الموقف الغربي من هذا الدعم مم. يعني الان المانيا دخلت في هي التي كانت في الاساس تقدم مساعدات عسكريه كبيره في الدرجه الثالثه بعد كل من امريكا وبريطانيا الالمانيا الان وصلتها وصلتها الهزه حتى استقالت اليوم وزيره الدفاع الالمانيه أما آه. الدول البريطانية لكن هناك نيه واضحه غربيه دكتور حسين في تزويد اوكرانيا بهذه الاسلحه الثقيله حتى بانه يقال على لسان يانس سوتنبرج بان الحرب وصلت الى منحنى مهم وبالتالي علينا الان ان ندعم بكل الاسلحه الثقيله يعني واضح انه المخطط في طريقه للتنفيذ الان اسالك عن الخطط الموضوعه في روسيا للتعاطي والتعامل مع هذه الاسلحه الغربيه الثقيله خاصه وان روسيا دفعت بكل اسلحتها المطوره اخيرا في الميدان لا ننسى طائره سو 57 وهي من ضمن اهم اسلحتها ضمن السلاح الجوي الروسي اذا ادينا الى الدعم الملايير التي ضخت بها الولايات المتحده الامريكيه امريكا ترى جيدا ان الحرب هي تدفع حتى اخر حتى قالت الدفاع الروسيه ان الدول الغربيه تريد الاستمرار حتى اخر جندي اوكراني ملايير ملايير دولارات دفعتها الدول الغربيه وبالخصوص امريكا في هذه هذه الحرب وهي الان لا تريد ان ان تبقى ان تبقى وتراقب النجاحات والتقدم التي الذي يحصل يحصل تحصل بها القوات الروسيه اخيرا لاستعادة مدينه سوليدار التي كانت في الاساس حصن والتي التي بدا العمل عليها منذ 2014 كان حصن مدينه حصينه يعني الان الدول الغربيه ترى جيدا ان مدينه سوليدار اهميه مدينه سوليدار هي كانت همزه وصل وتحتوي على سكك حديديه التي كانت تقدم الدعم والان حديث عن دنيبرو الان هذه كلها كلها خطوات تسرع من الدول الغربيه بضخ مزيد من 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 المعدات العسكرية وحتى نعم. ذهبت بريطانيا إلى الحديث عن مروحيات أباتشي لكن مستبعد كثيرا أن أن ترسل الدول الغربية أسلحة متطورة يعني هي حتى قالت أوروبا أوكرانيا نفسها قالت بعض المسؤولين قالوا أنه يصلون أسئلة أسلحة من المستودعات الغربية التي في نهاية الصلاحية يعني طيب اشكرك جزيلا على هذه الافاده كنت معنا عبر سكيب دكتور قبائلي حسين الاكاديمي والباحث السياسي من موسكو والان لنا عوده من جديد مع ايه لطفي وشيماء الكردي لاستكمال باقي ملفات هذه الساعه الاخباريه شكرا لك داليا بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان قضيه تبادل الاسرى بين روسيا واوكرانيا وعلى راسهم الجرحى هذا بالاضافه الى مسار اتفاق الحبوب جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين حيث تم التاكيد على تطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك مشروع محور الغاز طالبت وزيره الخارجيه الالمانيه انالينا بيربوك بضروره محاسبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفيه العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا. جاء ذلك خلال زيارتها للمحكمه الجنائيه الدوليه في لاهاي لمناقشه موقف المحكمه الدوليه من الازمه الاوكرانيه. وقالت وزيره الخارجيه الالمانيه ان بوتين يتعدى على ابسط مبادئ القانون الدولي التي تلزم جميع الشعوب. قبل المستشار الألماني أولاف شولتس استقالة وزيرة الدفاع كريستينا لامبريشت التي قدمتها اليوم صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية بأنها ستظل في منصبها لحين مصادقة الرئيس على الاستقالة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عمن سيتولى المنصب خلفا لها في أقرب وقت ويأتي قرار وزيرة الدفاع بالاستقالة في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لأوكرانيا دعت النقابات العمالية الكبرى في بريطانيا العماله الى انضمام الى مظاهرات بمحيط مقر مجلس العموم للاحتجاج على خطط الحكومه الراميه الى اصدار قانون جديد بشان الاضرابات وقد اتهمت النقابات العمالية الحكومة بمحاولة تسريع التشريع المخطط الذي يستهدف ضمان حد أدنى من الخدمة خلال الإضرابات وقال الأمين العام لنقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل قال أن حكومة قررت سن هذا القانون المناهض للعمال لأنها ترغب في تحويل الإضرابات إلى عمل غير قانوني في بريطانيا نشرتنا لا تزال مستمرة وفيها بعض الفاصل. رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن سلسلة إجراءات إصلاحية في خطوة لاستعادة الثقة بعد قضية الفساد الأخيرة. أهلا بكم من جديد قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جوندنبرغ إن الفترة الحالية تشهد حراكا دبلوماسيا مكثفا لإنهاء الصراع في اليمن جاء ذلك خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول الأزمة اليمنية حيث أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أن التدهور الاقتصادي يؤثر على ملايين اليمنيين مشيرا إلى رصد 3300 حالة إعاقة لوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية، قال المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي إن ما يعطل إجراء الانتخابات في ليبيا هو التدخل الخارجي. وأشار المستشار عقيل صالح إلى أنه لا تزال هناك نقاط خلاف رئيسية بشأن الانتخابات مشيراً. إلى أنه سيجري التوافق بشأنها ما يعطي الحقيقة إجراء الانتخابات في ليبيا هي التدخلات الخارجية اللي كل يعني يتكلم على ما يريد يعطل حسب مصالحه لكن الآن الحمد لله هناك يعني تقارب كبير يعني بين الليبيين ونتوقع أن يعني إن شاء الله في مدة قريبة جدا سنتفق على المسار الدستوري الصحيح سبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات <applause> لسبب الجنسية يعني مزدوج الجنسية أو العمل في القوات المسلحة <applause> نحن موقفنا واضح في هذه المرحلة مرحلة المؤقتة المرحلة يعني اللي اللي في هناك خلاف في وجهات النظر بالنسبة لي أقول ولازم أقول أن يجب أن يترك الاختيار للشعب الليبي كل ليبي له حق أن يترشح <applause> يذاع الحوار الكامل المستشار عقيل صالح على شاشة القاهرة الإخبارية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5-5 بحث مع المراقبين الدوليين والمحليين إمكانية استكمال أعمارهم من مدينة سرت. خلال مؤتمر صحفي دعا باتيلي المجتمع الدولي لدعم أعمار اللجنة العسكرية للتنفيذ الكامل لعمليات وقف إطلاق النار مشدداً على عزم الأمم المتحدة الاستمرار في تقديم الدعم لليبيا. <applause> For peace and stability in Libya. And of course, and I take this opportunity of this meeting with you today at this press conference to call upon all our partners of the international community, both bilaterally and multilaterally, to support. وأنتهز هذه الفرصة وأنتهز هذه الفرصة لأدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم لهذه المجموعة لهذا هذه اللجنة ولهذه الأداة لمساعدة ليبيا. دعا رئيس حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه نجيب ميقاتي لعقد جلسه حكوميه يوم الاربعاء المقبل بجدول اعمال من سبعه بنود اهمها ملف الكهرباء كانت مصادر لبنانيه حكوميه قالت ان ميقاتي تعهد بان تكون الكهرباء بندا اساسيا على جدول الاعمال وقد تكون هناك بنود اخرى لكن عده وزراء ابلغوه انه لن يناقش اي بند اخر باستثناء الكهرباء استدعت الخارجية الالمانية السفير الايراني لدى برلين لاجراء محادثات بشان سجل طهران في حقوق الانسان صرح المتحدث باسم الخارجية الالمانية بان السفير الايراني تم استدعاؤه لاجتماع حول التطورات الاخيره في ايران خاصه فيما يتعلق بعمليات الاعدامات ضد مناهضين للحكومه وجهت السلطات الفرنسيه تهمه محاوله القتل الى رجل جرح سبعه اشخاص احدهم اصابته خطيره وذلك يوم الاربعاء الماضي في احدى محطات القطارات بالعاصمه باريس وبحسب الادعاء العام سيبقى المتهم محبوسا مع استمرار التحقيق فيما لم يتضح للمحققين حتى الان الدافع وراء هذا الهجوم كما لم يكشف بعد رسميا عن هويه الرجل البالغ 31 عاما تعلن رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ماتسولا اليوم سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى معالجة تبعات قضية الفساد المدوية المتهم فيها نائبتها ايفا كايلي وآخرين. يحقق الإدعاء البلجيكي في القضية بعد توجيه اتهامات لكايلي وثلاثة آخرين بتشكيل عصابة إجرامية والفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع في البرلمان بعد تنفيذ مداهمات تمت خلالها مصادرة نحو واحد 1.5 مليون يورو نقدا. عزا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 90% من مشاكل الشرق الاوسط الى ايران وخلال تعيين رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجديد قال نتنياهو انه يجب مواجهه ايران ووكلائها في المنطقه بإظهار التصميم المطلق مؤكدا ان اسرائيل ستواصل سياساتها في منع نقل الاسلحه الى لبنان وسوريا. أكد مبعوث الاتحاد الإفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو مقتل نحو 600 ألف شخص في الصراع الذي شهده إقليم تجراي الإثيوبية على مدى عامين قال المبعوث الإفريقي أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه في بريتوريا بجنوب إفريقيا نوفمبر الماضي أوقف ألف حالة وفاة كل يوم كانت تسقط في تجراي أعلنت السلطات في نيبال أنه تم العثور على الصندوق الأسود لطائرة الركاب التي تحطمت يوم أمس في مدينة بخارى النيبالية وذلك قال مسؤولون أن رجال الإنقاذ في نيبال استأنفوا البحث عن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد أسوأ حادث تحطم طائرة تشهده البلاد منذ ثلاثين عاماً هذا وكانت هيئة الطيران المدني في نيبال أعلنت مصرع جميع ركاب الطائرة التابعة لشركة الطيران المحلي إثر تحطمها والبالغ عددهم 72 شخصاً اعلنت الشرطه الافغانيه مقتل نائبه سابقه في البرلمان برصاص مجهولين في هجوم على منزلها بالعاصمه كابول في بيان افادت الشرطه بان الهجوم اسفر ايضا عن مقتل الحارس الشخصي للنائبه الافغانيه السابقه واصابه شقيقها وبدات السلطات تحقيقا في الحادث لمعرفه ملابساته وضبط منفذيه اجتاحت العاصفة جيرارد عدة مناطق ساحلية في شمال فرنسا ووصلت سرعة الرياح بها إلى 163 كيلومتراً في الساعة وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن نحو 75 ألف منزل وتوقف بعض القطارات وخطوط المترو عن الخدمة هذا وأعلنت هيئة الأحوال الجوية الفرنسية الطوارئ من اللون البرتقالي في 23 ولاية وتشهد عدة مناطق شرق فرنسا انخفاضا حادا في درجات الحرارة مع تساقط للثلوج الكثيفة وموجات من العواصف والأعاصير منذ نحو أسبوعين اقتصاديا انطلق منتدى ديفوس الاقتصادي بسويسرا تحت شعار التعاون في عالم منقسم وتستمر فعاليته على مدار خمسه ايام وتقام الدوره الثالثه والخمسون من منتدى ديفوس في ظل ازمات اقتصاديه عالميه متفاقمه. المزيد في سياق هذا العرض مع احمد ابو زيد. في ظل ازمات عالميه متفاقمه تعقد الدورة الثالثة والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس الجبلي في سويسرا على مدار خمسة أيام خلال الفترة من السادس عشر وحتى العشرين من شهر يناير لهذا العام يعود المنتدى الاقتصادي العالمي للانعقاد حضوريا عقب انتهاء قيود فيروس كورونا حيث كان آخر تجمع شتوي للمنتدى قد عقد في شهر يناير من عام 2020 تلتقي النخب السياسية والاقتصادية العالمية في ديفوس طامحة للتعاون في عالم منقسم اصلا ما بين الحرب في اوكرانيا والاختلال المناخي وقضايا العولمه التي تواجه ازمه وجوديه في نظر الكثيرين. بعد نحو عام على بدء العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا من المتوقع ان يحتل النزاع وانعكاساته على السياسات العالميه في مجالات الطاقه والدفاع ان يشغل حيزا كبيرا ضمن نقاشات منتدى ديفوس لهذا العام. وللسنه الثانيه على التوالي لم يوجه المنتدى دعوه لأي من المسؤولين الروس في رد على العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في المقابل أكدت كييف مشاركتها بوفد رفيع المستوى في ديفوس للعام الثاني على التوالي تتصدر أجندة المنتدى عدة ملفات على رأسها التحولات العالمية في مجال الطاقة خاصة مع التغيرات الجيوسياسية الراهنة وقضايا التضخم الناجمة عن بعض الظواهر وتحديدا ظواهر التغيرات المناخية كذلك منتدى ديفوس سيركز على محاور اخرى من بينها قضيه التعافي الاقتصادي العالمي وتعزيز التعاون الاقليمي والاستثمار في حلول الثوره الصناعيه الرابعه، فضلا عن قياده التحول الايجابي في الصناعه واستدامه الموارد الغذائيه. يتم التعامل ايضا ضمن هذه الفعاليات وفق ما قاله رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندا عندما قال ان المنتدى يعقد هذا العام في ظل وضع جيوسياسي و جدول للاقتصاد هو الاكثر تعقيدا على مدار عقود. اما كلاوس شواب مؤسس المنتدى ورئيسه التنفيذي فقال ان احد الاسباب الرئيسيه للانقسام العالمي هو نقص التعاون المشترك، الامر الذي يؤدي الى اعتماد سياسات قصيره الامد وفق تعبيره. كثيرا ما كان ينظر الى التجمعات الاقليميه والعالميه باعتبارها فرصه لتنسيق الجهود العالميه في قضايا تهم الكوكب باكمله. لكنه على خلفيه التطورات الجيوسياسيه الجاريه حاليا فان الجانب الاكبر من هذه التجمعات اصبحت فرصه لترسيخ هذا الانقسام القائم. قال البنك المركزي المصري ان سوق الصرف المصريه شهد حراكا ايجابيا منذ الاربعاء الماضي. اضاف المركزي المصري ان سعر الدولار بدا في التراجع امام الجنيه ليصل بنهايه تعاملات اليوم الى 29.61 جنيه. هذا وواصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى اغلاق التعاملات وجاء ارتفاع مؤشرات البورصة بدعم من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنسبة 1.78 من 100% وصعد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه إيجي اكس 70 بنسبه 2.3% وزاد راس مال السوقي لاسهم الشركات المقيده بالبورصه نحو 18 مليار جنيه لينتهي لتعاملات عند تريليون و43 مليون جنيه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بنحو 5.93% من المئة بالمئة على أساس سنوي وذلك بضغط من ارتفاع أسعار مجموعات السكن والترفيه والمطاعم وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 1.24% من المئة بالمئة لزيادة أسعار ستة قطاعات في صدارتها الترفيه والثقافة قال المفوض الاوروبي ان المفوضيه تهدف الى اطلاق مخططها لعمليات الشراء المشتركه للغاز على مستوى الاتحاد الاوروبي قبل الصيف بوقت طويل. حث المفوض الاوروبي الاعضاء على التعاون بشكل سريع مع اللاعبين الرئيسيين في السوق في بلدانهم لتقدير احجام الغاز المطلوبه لملء المستودعات قبل الشتاء المقبل. تكثف اوروبا من تخزين الديزل الروسي قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ وفي الوقت نفسه تسعى لتوفير بدائل لروسيا من الشرق الاوسط واسيا. ولم يتبقى سوى قرابه ثلاثه اسابيع لدخول حظر شحنات الديزل المنقوله بحرا من روسيا حيز التنفيذ والمقرر يوم الخامس من فبراير. مع اقتراب دخول حظر المشتقات الروسيه المكرره المنقوله بحرا حيز التنفيذ. يبدو أن القارة العجوز ستدخل في سباق جديد لضمان تلبية احتياجات السوق المشترون يصارعون الوقت لملء سهاريج تخزين النفط الأوروبية بالديزل الروسي لتصل الواردات منذ بداية العام نحو 700 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ مارس عام 2021 ووفقا لبلومبرغ استورد الاتحاد الاوروبي قرابة 220 مليون برميل من الديزل الروسي خلال عام 2022، وخلال عام 2021 اعتمد الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة على روسيا لتوفير أكثر من نصف الإمدادات المنقولة بحرًا، إلا أنه بحلول ديسمبر الماضي تراجعت النسبة بنحو 40%. تقليص اوروبا من الامدادات الروسيه يرجع الفضل فيه الى زياده الامدادات من المملكه العربيه السعوديه والهند والولايات المتحده الصين ايضا تظهر بقوه في الصوره حيث من المتوقع ان تصبح اهم مورد محتمل للقاره العجوز ومن المتوقع ان تتحمل اسيا والشرق الاوسط معظم صادرات الديزل الى القاره العجوز بعد تطبيق الحظر ومع ذلك يرى الخبراء ان الرحلات الطويله وارتفاع الطلب على الناقلات التي تشحن الوقود الى اوروبا يعني ان اسعار الشحن اخذه في الارتفاع مما يزيد التكلفه على المستهلكين في المقابل تظهر تساؤلات حول مقدره موسكو على توفير ما يكفي من المشترين الجدد خارج الاتحاد الاوروبي وسط مخاوف متزايده من اختفاء البراميل الروسيه بالكامل من السوق العالمي الى هنا تنتهي نشره السادسه هذا تذكير بابرز العناوين الدفاع الروسيه تعلن مقتل اكثر من 180 جنديا اوكرانيا في مواجهات بدونسك وزابوريجيا وخيرسون خلال زيارتها للجنائيه الدوليه وزيره خارجيه المانيا تبحث كيفيه محاسبه الرئيس الروسي الامم المتحده تطالب الاطراف اليمنيه بضبط النفس وعدم التصعيد الى هنا تنتهي نشرتنا نذكر حضراتكم في الختام انه لمزيد من المتابعه يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني القاهره نيوز دوت نت ويمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفه وهي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب كذلك يمكنكم متابعه القاهره الاخباريه على تردد 11747 واحد واحد سبعة سبعة راسي كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهره الاخباريه من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشه شكرا لطيب المتابعه هنا القاهره عاصمه الخبر الى اللقاء الى اللقاء